distinguished السادة الموقرون، أعضاء رؤساء الحكومات، أصحاب الجلالة، حضرات السيدات والسادة، أصدقائي الأعزاء، أرحب بكم جميعا. أرحب بكم في المنتدى الاقتصادي العالمي السادس حول الشرق الأوسط. ها نحن نلتقي مجددا في وقت حرج، وأنا أشكركم جميعا لحضوركم والاشتراك معنا بجهود مشتركة لتشكيل جدول أعمال المنطقة في السياق العالمي. إن غرض هذا الاجتماع هو مخاطبة كافة القضايا الواقعة على الأجندة العالمية، ولكي نقوم بذلك فإنه من ينبغي القيام بذلك أن نلتزم بقيم المنتدى الاقتصادي العالمي، ونعمل على خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص. سوف نصبح أكثر قوة في اتجاهنا، كما يتضح ذلك من خلال شعارنا التعلم المستقبل. فنحن ننظر على جدول الأعمال العالمي أخذين في الاعتبار أن العالم من حولنا يتغير بشكل سريع وأساسي، وسنضع في مناقشاتنا وسياقاتنا ثلاث تطورات هامة. أولاها هي ظهور مجتمع عالمي متصل ويرجع الفضل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التطور الثاني هو العيش في والتطور الثالث هو أن نسعى لإيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية لمواردنا الطبيعية. إن المستقبل مليء بالفرص، وإذا أظهرنا الشجاعة فإننا سنحقق تغيرات كبيرة. والمفتاح هنا واضح، وهي القيادة. لدينا سعادة الرئيس محمد حسني مبارك حاضر معنا اليوم ليفتتح هذه القمة، وهو شخصية أظهرت قيادة وزعامة دؤوبة لتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة، وعمل محفزا لإبراز دور مصر حتى أصبحت كما نرى في خارج هذه القاعة بوابة للفرص. سيد الرئيس، قبل إلقاء كلمتكم أود أن أوجه جزيل الشكر على كرم ضيافتكم ورعاية هذا الاجتماع، وعلى التعاون الذي قدمته حكومتكم وقيادتكم العالية لمصر. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصدقاء الأعزاء، السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب بكم جميعا في شرم الشيخ مدينة السلام، وأن ألتقي معكم على أرض مصر في سيناء بكل ما تحمله من شذى التاريخ والأديان، وما تحكيه عن صراعات البشر
وسنوات الحرب والسلام. كانت سيناء ساحة لحروب دامية في تاريخها القديم والمعاصر، وكانت في ذات الوقت معبرا لتواصل البشر ورسالات السماء. أتحدث إليكم وعلى مخربة منا جبل موسى والوادي المقدس ودير سانت كاترين ومسار المسيح ويوسف والعذراء البتول، وتتردد بين جنبات هذه الأرض أصداء ما تحدثنا به أسفار التوراة وأصاحيح الإنجيل وآيات القرآن. يلخص تاريخ سيناء منذ رمسيس وإخناتون بعضا من تناقضات طبائع البشر، ما بين عظمة الإنسان وضعفه وعبقريته وتهافته. تروي لنا جبالها ورمالها كيف تسمو الإنسانية فتصنع الحضارة، وكيف يمكن أن تنحدر لمنزلقات العنف وإراقة الدماء. إن هذا التاريخ جزء من مسيرة الشرق الأوسط والبشرية، نستلهم منه الدروس والعبر كي نتمعن في أحوال هذه المنطقة والعالم من حولها، ولنستشرف مستقبلا أفضل لشعوبها وعالما أكثر سلاما وأمنا وعدلا واستقرارا. إن المشاركين في هذا الملتقى الذي نفتتحه اليوم هم نخبة من القادة والزعماء والمشتغلين بالسياسة والاقتصاد والمستثمرين والمفكرين والعلماء والإعلاميين والفنانين والمبدعين. إننا جميعا ندين بالامتنان للصديق العزيز البروفيسور شواب، نعبر له عن إعجابنا بما أحرز منتدى داوس من نجاح متواصل، ونهنئه بالاعتراف الدولي المتزايد بالدور المؤثر لهذا المنتدى الهام. السيدات والسادة، يعود منتدى داوس إلى شرم الشيخ ومنطقة الشرق الأوسط والعالم في مفترق الطرق وسط ظروف إقليمية ودولية صعبة وتحديات عديدة. يواجه العالم أزمة اقتصادية حادة بدأت بانهيار سوق التمويل العقاري الأمريكي، وتراجعت معها معدلات النمو المتوقع للاقتصاد الدولي. تجتاح العالم موجات تضخمية عاتية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية الأساسية والخامات، تلقي بالجانب الأكبر من تبعاتها وتداعياتها على الدول الفقيرة وعلى الفقراء داخل البلد الواحد. ينعقد هذا المنتدى وقد صارت هذه القضايا موضوع الساعة للدول المتقدمة والنامية على السواء، والشغل الشاغل للمنظمات والمؤسسات الدولية والمشتغلين بالعمل السياسي والأكاديميين والمفكرين وعلماء الاقتصاد والمنشغلين بأحوال العالم. تطرح الأزمة العالمية الراهنة إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وفي صلتها بقضايا تغير المناخ وإمدادات الطاقة والمياه وعلاقتها بالأمن الغذائي ومعدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة بالعالمين المتقدم والنامي. إن توفير الأمن الغذائي للفقراء يمثل تحديا أساسيا، وهو مسؤولية كبرى تجاه الفقراء والفئات الأقل دخلا
بما في ذلك فقراء الدول الغنية والمتقدمة على السواء. ولا ينبغي أن يصبح هذا الهدف محلا لمضاربات ترفع أسعار الغذاء أو توجهات تستخدم طعام الإنسان وقودا للمحركات. هل من المعقول أن يمضي البعض في إنتاج الوقود الحيوي وبدعم من الحكومات المنتجة لمنتجيه؟ وهل من المعقول أو المقبول أن تستخدم المحاصيل الزراعية في إنتاج الإيثانول لتزداد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء تفاقما؟ إن المجتمع الدولي في حاجة لإعادة تقدير التكلفة الحقيقية لإنتاج الوقود الحيوي بانعكاساته الاجتماعية والبيئية وتداعياته على الأمن الغذائي للبشر. تشتد الحاجة لحوار دولي عاجل يلتقي حول مائدته مصدر ومستورد الطاقة والغذاء من الدول المتقدمة والنامية. حوار يضع حلولا تضمن الوفاء باحتياجات سكان العالم من الطعام وتوفر في ذات الوقت إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي. حوار يسفر عن حلول نتفق عليها جميعا ونلتزم بها جميعا. إننا نواجه تحديات صعبة وعلينا أن نتعامل معها باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة. نواجه معا التأثيرات الضارة لتغير المناخ وما يرتبط بها من الأنماط السائدة للإنتاج والاستهلاك وما تسببه من الجفاف والتصحر وظواهر الاحتباس الحراري. نواجه حلقة مفرغة تفرضها العلاقة بين إمدادات الغذاء والطاقة ليصبح كل منهما سببا ونتيجة في آن واحد للأزمة الراهنة للاقتصاد الدولي، ولا يسهم معا في احتدامها وتفاقمها، بل ويهددان بتحولها لأزمة مزمنة ما لم نسارع جميعا لاحتوائها. سوف أحمل هذه الدعوة للحوار حول هذا الشأن الدولي الهام إلى اجتماع منظمة الأغذية والزراعة الشهر المقبل في روما، وإنني أتطلع لأن يضع هذا الاجتماع دول العالم المتقدمة والنامية على الطريق الصحيح لاحتواء الأزمة الراهنة. السيدات والسادة، لقد انعقد هذا المنتدى منذ عامين هنا في شرم الشيخ، وكان شعاره وعد لجيل جديد، وعد يلخص تطلع شعوب الشرق الأوسط لغد أفضل يحمل السلام والازدهار للجميع ولمناخ دولي موات في عالم أكثر عدالة يدعم مسيرتها وطموحاتها. فأين نحن الآن من هذا الوعد؟ وهل صار الشرق الأوسط والعالم في وضع أفضل يقترب منا من الوفاء به؟ لقد دعوت في هذه القاعة منذ عامين للتصدي للزيادة المضطردة في أسعار الطاقة. دعوت لتصحيح سوءات الاقتصاد العالمي الراهن والاختلالات الهيكلية في الموازنات العامة لبعض القوى الاقتصادية الكبرى والاختلالات المماثلة في أسعار الصرف. دعوت لمراجعة سياسات دعم السلع الزراعية، وحذرت من التوجهات الحمائية لبعض الدول المتقدمة والنامية ومن تداعياتها على التجارة العالمية ومفاوضات جولة الدوحة. فأين نحن الآن من كل ذلك؟ إن الشرق الأوسط يتوق للسلام والاستقرار والتنمية، يجتاز مرحلة هامة على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي،
ويمتلك من الثروات الطبيعية والاستراتيجية والبشرية ما يؤهله للتقدم والازدهار. فهل تحقق وعد السلام؟ وأين استقرار هذه المنطقة الحساسة بما يحدث في العراق ولبنان ودارفور والصومال؟ وماذا عن نذر زعزعة الاستقرار بمنطقة الخليج؟ لقد شهد الشرق الأوسط والعالم تطورات عديدة منذ لقائنا الماضي، فهل أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة تحدياتنا المشتركة؟ هل تراجعت مخاطر الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل؟ ماذا عن التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية؟ ماذا عن قضايا محاصرة الفقر والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان؟ ماذا عن قضايا البيئة والصحة والتعليم والمرأة والأطفال؟ وماذا عن تحركنا لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر؟ إن أي تقدير موضوعي للتطورات الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين سوف يعترف بأن تطلعات الشرق الأوسط للسلام والاستقرار والازدهار لم تتحقق، وأن المناخ الدولي لم يكن داعما ومساندا لهذه التطلعات المشروعة على النحو المأمول والمطلوب. السيدات والسادة، ينعقد المنتدى الاقتصادي هذا العام تحت شعار التعلم من المستقبل، في محاولة تجتهد لاستشراف معالمه بما يطرحه من تحديات وفرص وما قد يأتي به من متغيرات واحتمالات يصعب التكهن بها على وجه القطع والتحديد. وأحسب أن التعلم من المستقبل يبدأ بالتعلم من دروس الحاضر والماضي. لقد شهد عالمنا تحولات هائلة وانطلاقة غير مسبوقة في العلوم والمعارف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. صارت العولمة والاعتماد المتبادل سمة هذا العصر، وتحول عالمنا لقرية صغيرة. تراجعت نظريات استمرت لعقود، وبرزت نظريات مغايرة. صار هناك حديث عن صدام الحضارات ونهاية التاريخ، وحديث لاحق عن عالم ما بعد الحداثة، عالم ما بعد الإيديولوجيات. تجاوز القرن الحادي والعشرين الاستقطاب الذي شهده القرن الماضي بين الشرق والغرب وبين الاشتراكية والرأسمالية، وصار هناك توافق دولي ينحاز للحرية الاقتصادية وآليات السوق، يؤمن بتحرير التجارة ويسعى للتجاوب مع معطيات جديدة لظاهرة العولمة. فماذا حدث وماذا يحدث الآن؟ لقد بات العالم في مفترق طرق، وباتت الدول النامية في موقف صعب وأمام مقارنة صعبة بين ما تحققه من منافع العولمة وما تواجهه من مشاكلها وتحدياتها. جاءت الأزمة العالمية الراهنة لتعزز مواقف من يدعون للعودة للإجراءات الحمائية وهيمنة الدولة في مواجهة من يقتنعون بتحرير الاقتصاد والتجارة. جاءت هذه الأزمة لتضيف عوامل جديدة لزعزعة الاستقرار، ولتعطي ذرائع جديدة لقوى الرجعية والسلفية والتطرف والإرهاب، وللمزايدين والمتاجرين بمعاناة الفقراء والأقل دخلا. إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في تصحيح الوضع الراهن واحتواء تداعيات الأزمة الحالية على الدول النامية وشعوبها. باتت الحاجة تدعو لإعادة النظر والتفكير
على نحو موضوعي وخلاق في شكل العالم الذي نتطلع إليه في المستقبل. إننا نتطلع لعالم لا يبدو فيه المستقبل باعثا على القلق والتحسب، وإنما مصدرا للأمل والتفاؤل والإلهام. أمامنا دروس التاريخ البعيد والقريب، أمامنا واقع عالمنا اليوم، وأمامنا العديد من السيناريوهات المطروحة لهذا المستقبل، وعلينا أن نختار. سيدات والسادة، لقد حددت مصر خياراتها باقتناع لا يعرف التردد، وبرؤية تمضي في تنفيذها بعزم وثقة. كان خيارنا وسوف يظل هو مواصلة الإصلاح على كافة محاوره، ومواصلة السعي نحو سلام الشرق الأوسط وأمنه واستقراره. نمضي في استكمال أركان ديمقراطيتنا تعزيزا للتعددية وتفعيلا لحياتنا السياسية. نمضي في ذلك بإصلاحات تنبع من الداخل تراعي ظروف مجتمعنا وخصوصياته، تحاذر من تجارب عديدة حاولت القفز إلى الأمام فانكفأت إلى الوراء، ومحاولات لفرض الديمقراطية من الخارج تحت ذرائع عديدة انتهت بدمار واختتال وإزهاق للأرواح وسفك للدماء. تسارعت منذ 4 سنوات خطوات الإصلاح الاقتصادي، واتخذنا قرارات جريئة لإصلاح النظام الضريبي والجمركي والقطاع المصرفي ولتطوير المناخ الجاذبي للاستثمار. أعدنا تعريف دور الدولة، وانتهجنا سياسات شجاعة لتشجيع القطاع الخاص ولتحرير اقتصادنا وتحقيق انفتاحه على العالم. حققنا على طريق الإصلاح إنجازات عديدة، يحقق اقتصادنا معدل نمو يتجاوز 7% للعام الثالث على السواء. قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نحو 3 مليار دولار منذ 4 سنوات لتتجاوز 11 مليار دولار سنويا، تمثل أكثر من 8.5% من الناتج القومي الإجمالي. انخفض معدل البطالة من 11.5% إلى 8.8%، وانخفض عجز الموازنة من 9.5% إلى 6.9%، ونخطط الوصول به إلى 3% بحلول عام 2011. ما كان لنا أن نحتوي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة دون زيادة عجز الميزانية أو انفلات التضخم لولا ما حققناه من خطوات الإصلاح الاقتصادي؟ وما كان لنا أن نخفف من انعكاساته على الفئات الأقل دخلا لولا ما اتخذناه من خطوات موازية للإصلاح الاجتماعي ولتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية؟ إننا ماضون على طريق الإصلاح دون رجعة إلى الوراء. نعزز تعاوننا مع شركائنا الدوليين، نسعى لشراكة حقيقية تقوم على التجارة والاستثمار، نمد يد الصداقة للجميع، نتمسك بأن تتأسس علاقاتنا الدولية على التكافؤ والاحترام المتبادل. كان ذلك هو اختيارنا في التعامل مع قضايا الداخل المصري بتحدياته وتطلعاته وطموحاته. فماذا عن خيارات مصر إزاء قضايا منطقتها من العالم؟ كان خيار مصر هو السلام، حملت رايته وفتحت الطريق إليه. تابعنا عملية السلام بما شهدته من نجاح وإخفاق وتقدم وانحسار، ولم نتردد يوما في دعمها
أو ندخر جهدا لإقالتها من عثراتها وانتكاساتها. نواصل ذلك باقتناع لا يتزعزع بأن السلام العادل هو ما يحقق أمن الشرق الأوسط واستقراره، وبأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة والمدخل الصحيح لمعالجة باقي أزماتها وبؤر التوتر بها. لقد أكدت مرارا أن تصاعد الإرهاب ليس مرجعه الأساسي الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه كما يعتقد البعض، ولا غياب الديمقراطية كما يعتقد البعض الآخر، وإنما مرجعه الأساسي قضايا طال انتظارها لحل عادل، في مقدمتها القضية الفلسطينية، قضايا تؤجج مشاعر اليأس والإحباط والغضب، تعطي الحجج للعنف وتغذي التطرف والإرهاب، توفر الذرائع لمن يشن الحروب بالوكالة ولمن يحاول تصدير معتقداته وإيديولوجياته وبسط نفوذه وهيمنته على هذه المنطقة من العالم. إن السلام العادل والشامل هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط والطريق الصحيح لمحاصرة قوى التطرف والإرهاب. ولقد طرح العالم العربي مبادرة السلام العربية منذ 6 سنوات، ورحب برؤية الرئيس بوش لتحقيق السلام وفق مفهوم الدولتين، كما رحب بالمفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبوعد الرئيس الأمريكي التوصل لاتفاق للسلام قبل نهاية ولايته. وإنني أتطلع مخلصا إلى اليوم الذي يتحقق فيه هذا الوعد. إن الدعوة لترسيخ قيم الحرية والعدل وكرامة الإنسان كل لا يتجزأ، ونحن نتطلع لأن تشمل هذه الدعوة شعب فلسطين لتنهي محنته بعد 60 عاما من التشرد والتشريد والمعاناة. إن مصر تبذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة في غزة تخفيفا لمعاناة سكانها ولتهيئة الأجواء المواتية لإنجاح عملية التفاوض، وصولا لاتفاق سلام ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة. لقد أسفرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة هذا الشهر عن توافق عريض حول مقترحات التهدئة ومتطلباتها، وإنني أتطلع لتجاوب مماثل من جانب إسرائيل، كما أتطلع لمواصلتها التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول قضايا الوضع النهائي بحسن نية ودون إبطاء. ستواصل مصر جهودها دعما للسلام وللقضية الفلسطينية، فتلك هي قضيتنا ومصالحنا وحدودنا وأمننا القومي. ونحن برغم تقديرنا لجهود الرباعية الدولية لتعبئة الدعم المالي والاقتصادي لمؤسسات السلطة الفلسطينية، ندعو لأن يقترن ذلك بالدعم السياسي اللازم والمطلوب لمفاوضات السلام. علينا جميعا أن ندرك أن أبو مازن في حاجة لاتفاق سلام عادل ومشرف يحقق تطلعات شعبه ويحوز مباركته وتأييده، ويخطئ من يتصور أن أحدا يمكنه أن يوفر الغطاء لاتفاق لا يتجاوب مع أمان شعب فلسطين وتطلعات أبنائه. أصدقائي الأعزاء، السيدات والسادة، إن سلام وازدهار الشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من سلام وازدهار العالم. وعندما نتحدث عن المستقبل فإن علينا أن نعي أن الوقت يداهمنا وأن الزمن يسابقنا ونسابقه، فالمستقبل يبدأ من هذه اللحظة.
نعم إننا نواجه تحديات مشتركة، لكننا قادرون على العمل يدا بيد لتجاوزها والتغلب عليها. قد تتعدد توقعات السيناريوهات المطروحة لمستقبل هذه المنطقة وهذا العالم، لكن ما يوحدنا هو التطلع لمستقبل أفضل يعلي القيم المشتركة للإنسانية، يحقق السلام والاستقرار والازدهار للجميع، يصل بالإنسان لأقصى حدود عظمته وعبقريته وإمكاناته، ويدرى عنها منزلقات ضعفه وجنوحه وتهافته. رحب بكم أيها الإخوة والأخوات مجددا، وأتمنى لكم ولهذا المنتدى مناقشات مفيدة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.